أماكن رطوبة كده بالشكل ده، بالأخص بتكون في المناطق السفلية دي. هنخش كده على المعلم حمدي وهو سلام عليكم. ازيك يا معلم؟ شغال هو كده برضو بيعالج المشكلة دي زي ما احنا شايفين كده. بسم الله. دي كده مكان الرطوبة اهوت يا جماعة. أول حاجة عملناها يا معلم كده قشرناها ونضفناها خالص، تمام؟ نضفنا مكان الرطوبة ده. شاور لي كده عليه معلش بإيدك. نضفنا كده كويس؟ تمام. حلو. تمام. بيبقى مقشر كده وسهل أصلا، لو عملته بإيدك بتلاقيه بيقع معاك. تمام. قبل ما تجيب السنتين بتصنفره كويس، يعني بتصنفره كويس جدا او تنضفه، عشان لو في اي بواقي املاح يا جماعه في مكان الرطوبه ده تبتدي يتم نضفته بشكل نهائي ومنعه بشكل نهائي، عشان بعد كده ما يبقاش في بقايا تنتج لي مشاكل بعد كده. بعد ما عادي بعد كده ابدا ادهن بقى بالسنتون الخام. تمام. مثلا بالنفط. تمام. بيتخاف حاجة بسيطة جدا، الصناعية بيعملوه كده عشان بس يبقى سهل معاهم في الحركة زي ما احنا شايفين، لأنه الخام بيكون مادة تقيلة شوية زي ما احنا شايفين كده بعملية الدهان. طبعا وانت بتدهن بالفرشة كده برضو وضح لهم الدهان بالفرشة. أيوة، فكرة التغذية اللي هو بيعملها دي يا جماعة مهمة أوي الكلام ده يا جماعة في عملية المعالجة. تمام جدا. غذيت بالفرشة وبعد كده مشيت ووزعت. تمام. وقبل ما بدهن يا جماعه برضو معلومه كمان، وانا بصنفر لازم اسيبها تتهوى شويه وتتعرض للهواء شويه منطقه الرطوبه دي، عشان اضمن ان هي ايه زي ما بيقول كده نشفت والاملاح. بنسيبه مثلا لمده ساعه زي ما المعلم بيقول كده، وبعد كده بنرجع نشيك عليه. يبقى احنا كنا بنقول بنسيبها لمده ساعه مثلا، ده في حاله الصيف لان الجو اصلا عندي بينشف على طول. في حاله الشتاء بتساب مثلا لمده ايه؟ تاني يوم مثلا، بتساب يوم يا جماعه يعني عشان يبقى الجو فيه رطوبه شويه. هنا مثلا عندي دي جزئيه ايه فيها رطوبه اتعالجت وظهرت تاني، صح يا معلم؟ حتى احنا شايفين لونها بيرد كده انها متعالجه، مش زي اللي احنا لسه شايفينه شويه كان لونها رمادي او لونها مسمر شويه. الله ينور يا معلم. طبعا هو زي ما احنا كده كحت، تمام، مكان الرطوبة وبينضفه جدا بالفرشة عشان الأملاح، وبعدين بيتصنفر برضو طبعا عشان لو في أي رواسب أملاح. طبعا دي مشكلة يا جماعة اتعالجت زي ما احنا عالجنا دي، بس بعدها بفترة ظهرت تاني والرطوبة ظهرت معاها تاني. اللي بيتم بقى في الحالة دي بيتم استخدام مواد تانية مع السنتون عشان نضمن إن الرطوبة ما تولدش معاها تاني. وزي ما قلنا بنعالج أهم حاجة مصدر الرطوبة، مصدر الرطوبة عندي لازم يتعالج كويس جدا وانهيه خالص بشكل نهائي عشان اتجنب ان اي مشكلة تظهر لي بعد كده في الرطوبة، لان الموضوع ده متعب جدا في الشقق السكنية بالاخص. طبعا زي ما احنا شايفين المعلم شغال، وطبعا افكركم ان المرحلة دي بتتعمل في بعض مشاكل الرطوبة بتحتاج تتعمل على مثلا مرحلة في اثنين في ثلاثة في اربعة، بتوصل لاربع مراحل بتدهن كده، بتتساب تنشف وتاخد سكيت معجون وتدهن تاني زي ما احنا شايفين كده. المعلم حمدي خلص هنا، الله ينور عليك. وطبعا في ماتيريال بقى كتير غير السنتون اللي احنا بنشتغل بيه هنا، مثلا وعلى حسب التوصيف في ماتيريال كتير موجوده وخامات كتير موجوده، وفي خامات معدنيه، تمام، اذا بيدهن بيها مثلا المراكب زي السلر المعدني بيسموه الصناعيه عشان بيبقى مقاوم اكتر للميه. على حسب بقى الكواليتي بتاعت الخامه بيتم تشغيلها ويتم الاستعانه بيها في معالجه المشكله. الله ينور يا معلم، تسلم ايدك.